هستأذنكم واحنا بنكمل حديثنا حول بني سويف النهارده. النهارده عملنا مجموعه كبيره جدا من اللقاءات، وكان من ضمنها لقاء مع رئيس جامعه بني سويف الاهليه الدكتور منصور حسن. هستأذنكم نشوف اللقاء ده ونرجع نكمل الكلام. احنا معاكم في بني سويف، اهلا بيكم اولا. واحنا مش في اي حته في بني سويف، احنا في الجامعه الاهليه ببني سويف، ومعانا دكتور منصور حسن رئيس الجامعه. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ احنا اتقابلنا اول مره في الاستوديو كنا من سنتين الا، ايوه، وكنا بنتكلم عن الجامعه، عن الجامعات الاهليه. حلو جدا. دلوقتي احنا جوه الجامعه الاهليه ببني سويف، او جامعه بني سويف الاهليه. احنا هنا والمكان كله مكتمل، والدراسه باذن الله تبدا يوم 30/9، يعني كل حاجة بقت جاهزة. احنا النهاردة الجديد بقى واللي بيشرفنا كلنا ويشرف مصر كلها، ان النهاردة الافتتاح الرسمي لجامعة بني سويف الأهلية، وفخامة الرئيس هيفتتح الجامعة النهاردة افتتاح رسمي ان شاء الله بإذن الله. احنا الجامعة كده نقدر نقول عندنا كام برنامج دراسي؟ في الجامعات العادية كنا بنقول كليات. كليات احنا هنا السنة دي القرار الجمهوري طالع ب 19 كلية، ولكن احنا شغال فعليا السنة دي 12 كلية و19 برنامج بيني متميز، والبرامج دي بينية متميزة فريدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ورؤية مصر 2030. وكان التركيز في الموضوع ده أكتر إنها تلبي احتياجات المجتمع المحيط، عشان كده كانت يعني قرار فخامة الرئيس بإنشاء جامعات أهلية. هم 16 جامعة أهلية، كل جامعة مختلفة عن الأخرى، يمكن تشابهات بسيطة لكن برامج مختلفة. يعني إيه بقى برنامج بيني متميز؟ برنامج بيني يعني إحنا كان أول عندنا مثلا كلية حاسبات، كلية علوم، لا، البرنامج البينية فيه لها يعني مراحل مختلفة، لكن بالبسيط كده إن بيشترك فيها أكتر من كلية في نفس الجامعة، أو يشترك فيها كليات وناس من بره الجامعة في الصناعة أو في الزراعة أو هكذا، يعني بيبقى أكثر من تخصص موجود. إيه أبرز التخصصات اللي بتتميز بيها جامعة بني سويف الأهلية؟ إحنا عندنا أولا يعني من الـ 12 في الخمسة اللي هم العلوم الصحية، اللي هو الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض. الكليات الأخرى مثلا زي كلية الحاسبات، عندنا هنا برامج زي الأمن السيبرالي، الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية، كلية أداب، عندنا كلية علم، عندنا برنامج علم النفس الكلينيكي، الإعلام، عندنا الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، الإعلام الرقمي، العلوم، عندنا برنامج جيولوجيا التعدين والبترول، وعندنا الكيمياء الحيوية والمايكروبيولوجي، علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ده برنامج دي برامج بينية داخل فيها أكتر مخصص. في الهندسة، الهندسة الإنشائية، الطاقة المتجددة والمستدامة، التصميم المعماري والمعمار الرقمي، كل ده داخل جوه برامج جوه الكليات. ايه أبرز شروط الالتحاق علشان طالب يجي يلتحق بجامعة بني سويف الأهلية؟ جامعة بني سويف الأهلية تتبع قانون الجامعات الأهلية. احنا يعني بيبقى في حد الحكومية بيبقى نقل منها بنسبة بسيطة، والتقديم بيبقى يا مباشر يا إلكتروني، وبالنسبة حسب المجموع يعني على موقع الجامعة. على موقع الجامعة، ان احنا في اقبال كبير وفي ويتنج ليست، فاحنا بناخد العدد اللي يلبي الاحتياجات بتاعتنا. وبطبيعة الحال الجامعة مجهزة بكل المعامل اللازمة في مختلف التخصصات، كل التخصصات، ولو في حاجة يعني في الفترة الأولى بنحتاج دعم الجامعة الحكومية، وده في بروتوكول تعاون بيننا. أنا مش عايز أطول عليك يا دكتور منصور، وعارف إنه في التزام رئاسي، فأنا مش عاوز أطول في الموضوع. شكرا لحضرتك. أشكرك يا دكتور. شكرا، وتشرفت بالنسبة لي. كل الشكر ليك. إن شاء الله لنا أخرى في لازم بإذن الله بقى. بإذن الله. أشكرك. شكرا جدا دكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية. هنكمل معاكم في بني سويف.